طيب دي كده ان شاء الله هتبقى المحاضره التاسعه، تمام؟ كده هيبقى لنا محاضره كمان في الفيلا، ويبقى احنا كده خلصناها. والفيلا ده هو المشروع اللي احنا بنعمله من اوله لحد اخره. يعني ايه من اوله لحد اخره؟ يعني احنا اخذنا فيه كل التفاصيل. يعني اكيد لما هاجي اعمل برج مش هعلمك تاني بقى تعمل انت حسابيه، مش هعلمك تاني تعمل حصر، خلاص بقى القصه مش قصه تكرار على قد ما هي قصه ان انت تشتغل بايدك. حلو الكلام؟ طيب اللي انا عايز اقوله النهارده ان شاء الله الحصه بتاعتنا فيها عندنا هناخد السلالم، هناخد نوعين من السلالم. النوع العادي اللي هو بتاع بنظام القلبات، هو قلبه واحده وقلبتين ثلاث قلبات، القصه دي اللي هي السلالم العاديه. وكمان هديكوا الهيليكستيرز اللي هي السلالم الحلزونيه دي، تمام؟ هعرفكم ازاي تسلحها عشان تسلحها بيبقى مختلف شويه. بعد كده ان شاء الله نخش على القصه بتاعه العمدان. طبعا نتعلم نفرد العمدان يا باشمهندس، نتعلم ان احنا دلوقتي لما يبقى عندك العمدان بتاعتك تبقى تقدر ازاي تصممها، وبعد ما تصممها تعمل لها نمذجه. يعني ايه نمذجه؟ يعني في كل الاعمده دي اكيد مش هنحط 16 عمود ب16 نموذج مختلف. بعد كده هعلمك ازاي ترجع تغير ابعادها، لان الاعمده اللي عندنا دي بتاعت مين؟ بتاعت المعماري. الاعمده بتاعت الانشائي اكيد ابعادها اختلفت، فمان تتعلم ابعادها لما تيجي تختلف. يعني لما تيجي تغير العمود مثلا، هو كان المعماري حاطه 30 في 30، حضرتك طلعته 30 في 60. طب دي تعملها ازاي؟ ازود من انهي اتجاه؟ هل في كل الاتجاهات مسموح ان انا ازود فيها، ولا مش كل الاتجاهات مسموح ان انا ازود فيها؟ وبعدين نعمل لوحه المحاور والاعمده، ودي كده تعتبر اللوحه اللي قبل الاخير. اتبقى لي لوحه واحده اللي هي لوحه مين؟ القواعد. يبقى انا كده ايه؟ خلصت القصه بتاعت اللوحه. في مشاكل؟ نبدا بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه في الجزء بتاع في السلالم، خلينا نرجع كده بسرعه على الحاجات اللي احنا قلناها في السلالم. هو ايه السلم ده يا باشمهندس؟ السلم هو عباره عن بلاطه سوليد سلاب، مش حاجه مهوله ولا اي حاجه جديده عن اللي احنا خدناها. هي بلاطه سوليد سلاب بس مايله كده، صح الكلام؟ وظيفتها ايه؟ وظيفتها ان هي تدخلك بين المستويات المختلفه. يعني تدخلك بين المستويات المختلفه على الدور الاول، تمام؟ عايز تطلع الدور الثاني، يبقى محتاج حاجه تنقلك من المستوى ده للمستوى الثاني. ده كده معناه كلمه سلم. طيب بعد كده اي سلم في الدنيا بيتكون من حاجه اسمها الرايز وحاجه اسمها الجونج، اللي هما مين ومين؟ القايمه والايه؟ والنايم. طيب الابعاد بقى بتاعتهم الابعاد بتاعتهم بتبقى عباره عن كام؟ اتفقنا مع بعض المره اللي فاتت او المره اللي قبليها ان الابعاد بتاعه القايمه بتتراوح من 13 ل 16 سم، من 13 ل 16 سم، والابعاد بتاعه النايمه بتبقى من 26 سم ل 30 سم. واللي احنا بناخدهم دايما في الشغل كانوا بيبقوا كام وكام؟ 15 و 30. وده ينتج لك هنا زاويه، الزاويه دي هيبقى منها كام؟ حضرتك تعرف طبعا تحسبها من حساب المثلثات. انت عايز تجيب، لا مش تطلع 30 تقريبا، انت عايز الزاويه اللي هي دي، ده ثاني الزاويه هيبقى كام مقابل مثلا على وتر، وتروح جايب او مقابل على المجاور جايب 26.6 تقريبا. حلو الكلام؟ ودي زاويه مريحه، ما ينفعش يبقى السلم بتاعك الزاويه بتاعته كبيره قوي مثلا 45 درجه، لان اللي طالع عليه هيتعب، صح ولا مش صح؟ طيب بعد كده في حاجه كمان عايزين نقولها، ايه اقصى عدد من الدرجات في القلبه الواحده؟ حضرتك بتطلع الدور اللي هو كام؟ الدور ارتفاعه كام؟ 3 متر، صح الكلام؟ واحنا اتفقنا ان القايمه هتبقى كام؟ 15، وبالتالي الدور هيبقى فيه كام سلمه؟ 3 متر على 15 ب 20. هل ينفع ان انا اعمل الدور كله مره واحده؟ يعني ايه مره واحده؟ 20 سلمه ورا بعض كده مره واحده، ولا لازم بنعمل حاجه كده في النص تفصل ما بينهم؟ صح ولا مش صح؟ نعمل حاجه في النص تفصل ما بينهم، اللي هي بنسميها ايه؟ الصدفه. انت عندك حاجه اسمها الصدفه، وعندك حاجه اسمها البسطه، وهنتعرف عليهم قدام شويه. طيب يبقى انا عشان اقدر اجيب عدد الادوار او عدد السلالم، عدد السلالم بتبقى ايه؟ الديفرنس بين ليفل اللي هو الفرق الارتفاع، صح الكلام؟ مقسوم على 15. في حد كده عنده مشكله؟ طيب ده كده كلام جميل. بعد كده نيجي بقى على السلم نفسه، عشان عايز اقول لك حبه تفاصيل كده، يعني هي مش تنفيذيه قوي بس على الاقل نبقى عارفينها. لو انت جاي التشطيب بتاع السلم، بيبقى التشطيب بتاع السلم ده ازاي؟ اكيد انت مش بتسيب السلم بتاعك اللي هو عامل كده، ده اللي هو معمول خرسانه بس، لا بنعمله تشطيب. بنعمل تشطيب للقايمه وتشطيب للنايمه. التشطيب بتاع النايمه بيبقى 4 سم زائد 1 سم ايه؟ مونه. حلو؟ انما التشطيب بتاع القايمه بيبقى 2 سم زائد برده كام؟ 1 سم ايه؟ مونه. في مشاكل في كده؟ تمام.
وطبعا عرفنا ان في حته بتبقى طالعه شويه كده من السلم، صح ولا مش صح؟ وده اللي بيبان في المعماري وما بيبانش في الايه؟ في الانشائي، وهنقولها تاني كمان شويه. لكن بقى لما تيجي انت هنا على السلم اللي قدام حضرتك دي، اخر سلمه دي كده بنسميها السلمه الكذابه. يعني ايه السلمه الكذابه؟ يعني حضرتك طالع على السلم دون مثلا كام درجه؟ وليكن 5 درجات. الاخيره دي مش بتحسبها معاك. ليه مش بتحسبها معاك؟ لان هي بتبقى في منسوب مين؟ الصدفه او البسطه، ايا كان، صح ولا مش صح؟ تبقى في منسوب البسطه او الصدفه. فبناخد عرضها، يعني دي مش المفروض عرضها 30؟ لا، دي مش مالهاش عرض اصلا. امال ايه؟ ده كله هيبقى عرض مين؟ الصدفه، خلاص كده، او عرض الايه؟ البسطه. فبنسميها السلمه الكذابه عشان هي في الاخر ما بتطلعش سلمه. حلو الكلام؟ ماشي، ما علينا من الكلام ده كله. اهم حاجه تبقى عارفها عرض السلم بيبقى قد ايه؟ 1.20 متر. عرض السلم ما يقلش عن 1.20 متر عشان الناس تعرف تطلع براحتها. 1.20 متر ده يعني ياخد فردين مستريح يطلعوا جنب بعض، خلاص كده؟ طيب اجي انا ابص من هنا، دي اللي احنا اخدناها قبل كده، الفرق ما بين البلان المعماري والبلان الانشائي. اتفقنا ان المعماري بيبص من فوق، وبالتالي في اتجاه الصعود، ده اتجاه الصعود كده، صح ولا مش صح؟ والانشائي اتفقنا هيعمل ايه؟ هيشيل خطوط الصوره دي كلها ويسيب الخطوط الايه؟ الداش بس. حلو الكلام؟ مفيش مشاكل. ده المنظر بتاع السلم. فانا عايزك هنا كده تبقى عارف المنظر عامل ازاي. اللي في النص ده بنسميه ايه؟ فانوس السلم، اللي هو بير السلم، اللي احنا بنقول بير السلم يعني. حلو الكلام؟ ده اللي اسمه فانوس السلم. اللي هنا دي اسمها البسطه اللي هي في منسوب الدور، واللي هنا اسمها ايه؟ الصدفه اللي هي في منسوب مين؟ في منسوب نص الدور. تمام؟ وبعد كده دي الدرجات بتاعه السلم، كل واحده من دول، كل مجموعه سلالم مع بعض بنسميها ايه؟ قلبة. كل مجموعه سلالم مع بعض بنسميها قلبة. وطبعا السلم ده ما ينفعش يبقى مفتوح من هنا، صح ولا صح؟ الناس هتقع. فبنعمل حاجه اسمها ايه؟ الترابزين او الكوبست، خلاص كده؟ الترابزين او الناس تقول عليها ايه؟ كوبست. فهمت القصه؟ تمام. اجي بعد كده الحته دي بقى اللي هنا، دي مهمه جدا. السلم غالبا بيبقى لا اما وان واي سلاب لا اما كانتليفر سلاب. حلو؟ اعرف السيكنس بتاعه ازاي؟ دي نفس المعادلات بتاعت السوليد سلاب، هي نفس المعادلات الامبريكال بتاعت الكود بتاعت السوليد سلاب، لو انت فاكر اللي احنا اخدناها قبل كده. تمام؟ بس الفكره بقى اللي انا عايز اقوله هنا، هي التي اس بتاعتك هي دي الرأسيه دي، ولا اللي هي اللي على المايل؟ اتفقنا ان هي اللي مين؟ اللي على المايل. وغالبا ما بتقلش عن كام في الشغل؟ عن 18 سم. باشمهندس ازاي سوليد سلاب و18 سم؟ ما كده هيبقى فيها شبكه علويه وشبكه سفلية. ايوه، ما هي بيبقى فيها شبكه علويه وشبكه سفلية، مفيش اي مشاكل. في مشاكل؟ طيب بعد كده اللي انت بتشتغل عليه وانت بتشتغل تصميم، او انت هتدخل على برنامج السلاب بتدخل التي اس. لكن وانت بتحل، لو انت بتحل مانوال، لو تفتكر لما كنا بندرس لكم السلالم كان في حاجه عندك تي اس وبعد كده زائد 7 سم اللي هي مين؟ التي افرج. هي دي اللي كانت بتخش معاك في المعادله عشان ياخد مين؟ عشان ياخد مين هندسه؟ عشان ياخد كمان الوزن بتاع السلمه. هو السلمه دي مش ليها وزن، صح ولا مش صح؟ فبياخد الوزن بتاع السلمه اللي هو كام؟ مش دي كانت 15 نصها يبقى كام؟ 7. مفهوم القصه كده دي؟ فهنا كان في عندك حاجه اسمها التي افرج، وكان عندك حاجه اسمها تي اس. اللي هندخله على برنامج السلم هو مين؟ التي اس. طب وزن السلمه هنبقى نحسبه بره لوحده وندخله كديد ايه؟ كديد لود. مفهوم القصه؟ ده المنظر بقى بتاع السلم عشان الناس اللي مش متخيله. حضرتك بتبدا الطلوع من هنا كده، طلعت لحد ما وصلت للمنسوب ده، وهكذا وهكذا وهكذا. لكن مش ده اللي احنا عايزين نقوله، ومش ده الهدف من الرسم دي. انت عندك في السلم تقريبا في 2 ستاتيكال سيستم هم اللي مشهورين قوي. ايه هم الاثنين ستاتيكال سيستم المشهورين قوي؟ انت عندك القلبه دي والقلبه دي، بيبقى ليهم حلين. يا اما القلبه دي والقلبه دي بيتشالوا على الكاميرا دي كده، صح ولا مش صح؟ يبقى القلبه دي والقلبه دي متشالين على الكاميرات دي. حتى لو تفتكر لما كنا بنصمم السلم كنت بزود اللود ايه؟ لما كنا بنعمل في السقف كنت اجي انا على الكاميرا دي والكاميرا دي اقول لك ايه؟ حط لي عليهم احمال السلم، بينما الكاميرا دي والكاميرا دي كنا بنعمل فيهم ايه؟ سايبينهم ما بنحطش عليهم احمال حاجه. فهو يا باشمهندس والبلاطه دي متشاله على مين؟ البلاطه دي حضرتك متشاله على مين؟ على البلاطه اللي هي طالعه كده دي، البلاطه اللي هي طالعه كده دي. يبقى انت هنا عندك بلاطه اللي هي بالطول دي متشاله على مين؟ متشاله على الكاميرا دي والكاميرا دي. والبلاطه دي شايله مين؟ شايله البلاطه الثانيه اللي هي في منسوب ايه؟ الدور ونص الدور، اللي هم الايه؟ الصدفه والبسط. مفهوم القصه دي كده؟ يبقى انت السلم كان عندك حاجات مايله هي دي الاساسيه، وكان عندك الحاجات الثانيه دي. في مشاكل؟ ماشي. مين شايف مين هنا؟ كده شايف القلبه دي؟ القلبه دي حضرتك متشاله على الكاميرا دي والكاميرا دي. حلو الكلام؟ طب ودي اللي هي البلاطه اللي بالعرض دي
متشال على مين؟ متشال على نفس القلب الاولاني. في مشكله كده؟ ده كده كان ستاتيكال سيستم. ده الستاتيكال سيستم الثاني اللي هو بيوقف دي لحد هنا، بيوقف لحد هنا وبعدين ده السبورت بتاعها وبعدين يطلع كده. فدي بقى تبقى طالعه ايه؟ كانتليفر. والكانتليفر ده هو اللي هيبقى شايل مين؟ دي. حلو الكلام؟ بس الافضل بالنسبه لنا اللي هي حل الايه؟ الحل الاولاني عشان ما نعملش القصه بتاعت الكانتليفر دي. حد يعني عنده سؤال؟ خير وبركه. طيب بالنسبه لتسليح السلم، فتسليح السلم في البلان هنا عامل زي بلاطه سوليد سلاب عادي جدا، مفيش فيه اي مشكله. تسليح بلاطه سوليد سلاب في الاتجاهين، شبكه علويه وشبكه سفليه. طبعا سوليد سلاب ما كناش بنحط فيها شبكه علويه، لكن دلوقتي هيبقى فيها شبكه علويه وشبكه سفليه. لكن المشكله كلها في التسليح في مين؟ في الاليفيجن ده. فالتسليح في الاليفيجن ده لو تفتكر كده لما كنا بندرس لك الكلام ده كان بيبقى عامل كده، مثلا طالع كده طالع كده. فالمنظر بتاع المومنت كان تقريبا بيبقى عامل كده، صح ولا مش صح؟ كده ودي عامله كده ودي مثلا عامله كده تقريبا يعني. حلو الكلام. فكان لازم لما يبقى عندك كونكشن زي دي، لو كنت درست الفريمات صح الكلام، كان لازم الكونكشن زي دي لان في حاجه اسمها ايه؟ اللي هي المقص اللي انت بتتكلم عنها. الله ينور عليك. في حاجه اسمها المقص، ان انا ادخل الحديد بتاع دي مع الحديد بتاع دي، لان دي كلها مستمره. وهنشوف دلوقتي شكل المقص ده بيتعمل ازاي. حلو. طيب السلمه بقى نفسها يا باشمهندس، السلمه نفسها يعني ده كده المنظر من غير سلالم. حلو الكلام. في القصه بتاعت المقص، ادي عندك الحديد ده، ده حديد البلاطه دي، صح ولا مش صح؟ العلم. والحديد اللي تحت ماشي كده وبعدين طالع كده وبعدين هتلاقيه جاي كده، اللي هو السير ده شايفه حضرتك. فين بقى المقص اللي حضرتك بتقول لنا عليه؟ المقص اللي هو الحته دي كده، اللي هي ايه؟ السنبوكسه اللي دخلت في بعض دي. ان الحديد ده اللي جاي من فوق تمام عامل ازاي؟ عامل كده. والحديد اللي جاي من تحت عامل ازاي؟ عامل كده. فبينهم اتكون حاجه شبه المقص، عشان كده بنسميها ايه؟ المقص. حلو الكلام. وده فايدته ايه؟ فايدته عشان الكونكشن اللي احنا كنا لسه راسمينها من شويه. فاكرين برضه في الفريمات لما درست الفريمات المفروض يعني مش عارف درستوها لسه، المفروض لما تدرس الفريمات هيبقى انت عندك حاجه اسمها الجوينت. الجوينت دي هي اكتر منطقه في الفريم بيبقى الدكاتره بتهتم بيها، لان هو التسليح بتاعها ده لو مظبوط يبقى انت مصلح مظبوط، لو مش مظبوط يبقى انت مصلح الدنيا بايظه، لان القطاع الراسي والقطاع الافق عادي. لكن اللي يهمني مين؟ الجوينت. فكان عندنا نوعين من الجوينت، واحده اسمها اوبن جوينت وواحده اسمها كلوز جوينت. حلو الكلام. فده كده التسليح بتاع السلم. وطبعا زي ما بقول لك احنا مش بنسيب التسليح بالمنظر ده كده، كمان ده في تسليح ادق شويه اللي هو برسم فيه بقى السلمه. مش انت المفروض في سلمه هنا كده؟ ما السلمه دي هتاخد تسليح. كنا بنحط سيخ هنا كده وسيخ هناك كده. فايدتهم ايه السيخين دول؟ عشان الدرجه بتاعتك دي زمان كنا بنسيبها خرسانه او بنعمل عليها تشطيب عادي، فالتشطيب العادي ده كان مع الوقت بيحصل فيه ايه؟ بيتاكل، صح ولا مش صح؟ فكنا بنحط سيخين حديد هنا كده، واحد هنا وواحد هنا. تمام؟ طب دلوقتي في الموقع تقريبا لما بيعملوا الرخام ده ما بقاش يحطوا السيخين دول، يعني في الموقع بيهملوا السيخين دول. طيب ايه تاني يا باشمهندس؟ باشمهندس بيم اللي فاتت دي مش شايله غير وزنها صح؟ مش شايله حاجه من البلاطه. لا لا، ما هي دي بلاطه اصلا مش بيم. دي بلاطه. هو دي كده التسليح بتاع مين؟ انت شايفه ايه؟ البيم اللي هو هيبقى نفس التسليح مين؟ ما هي هو البيم دي شايله مين يا هندسه؟ هي مش شايله من البلاطه دي. لا ما هي البلاطه نفس المنظر، مش البلاطه بتاعت السلم نفس المنظر، ما هي البلاطه احنا بنعمل فيه بيم عاديه تمام؟ وفي بيم ثانيه بتبقى مكسره، هقولها لكم كمان شويه. ماشي؟ اجي بعد كده هندسه نيجي في الحته دي بقى عشان مهمه. ايه بقى الحته دي اللي هي المهمه دي؟ في حاجه كده في الموقع بنسميها بادي السلم. يعني ايه بادي السلم؟ مش السلم ده بيبتدي في الدور الارضي خالص؟ صح؟ طب هو من فوق اتفقنا ان هو ساند على قمر، حلو؟ طب من تحت ساند على ايه بقى؟ ما هو ده الارض. فبنيجي بنعمل له حاجه في السملات من تحت بنسميها بادي السلم. يعني ايه بادي السلم؟ ودي لو انت بتستلم مثلا قواعد او سملات او كده لازم تبص عليها كويس، تعرف فين ايه، تسال حداد هو فين مكان السلم عشان تشوف الاشاير بتاع بادي السلم. يعني ايه الاشاير بتاع بادي السلم؟ مش السلم ده متشال من فوق على كاميرا؟ ماشي، غيره بره. طب من تحت متشال على ايه؟ مش المفروض مثلا في كاميرا تحت كمان؟ طب الكاميرا اللي تحت دي مش موجوده، يبقى انت كده مش هتعرف تعمل السلم بتاعك. فبنيجي نعمل حاجه اسمها اللي هي بادي السلم دي. بادي السلم دي عباره عن ايه؟ بيحصل في القاعده العاديه عادي خالص، وبعدين يروح حاطط جواها التسليح وحاطط هنا ايه؟ السمن او الايه؟ بادي السلم، ويروح مطلع له بقى كده ايه؟ اشاير. الاشاير دي فايدتها ايه؟ ان هي دي اللي هتشيل ايه؟ السلم. فبقى كده السلم من تحت في الدور الاول
مسنود على الكاميرا اللي تحت دي او السلم اللي تحت ده اللي احنا مسمينه وادي السلم، ومسنود من فوق على ايه بقى؟ ايا كان هو مسنود من فوق على ايه، بس احنا عرفنا من تحت هو مسنود على ايه، عشان لما هاجي اعمل الموديل دلوقتي على الساب هنبقى بين السلم. حد عايز يسال؟ ده كده اول مثال عندنا في السلالم. طيب تعالى كده بنبص كده على اول مثال عندنا في السلالم كده ونشوف هنعمله ازاي على برنامج السلم. طيب هو الراجل هنا بيديك اللايف لود كام؟ 3 من 10 طن على متر سكوير. احنا عاده ان اللايف لود كنا بناخده كام؟ 2 من 10. كنا بناخد اللايف لود على طول 2 من 10. تفتكر كل الامثله اللي حلناها قبل كده كنت هتلاقي ان اللايف لود كان ب 2 من 10 تمام، والكفرنج كان كام؟ 15. لكن الكود قال لك ان احنا في السلالم بنزود اللايف لود بدل ما هو 2 من 10 وانت بتتكلم على البنيه السكنيه اللي هي البنيه العاديه بنزوده نخليه كام؟ 3 من 10 عشان تبقى عارف برضو انت بتصمم السلم هتدخل ايه؟ الاعمال بتاعته ازاي؟ وبعد كده عندك وزن التغطيات اللي هو مين؟ الفلور كفر. واتفقت معاك ان انت هتدخل للبرنامج التي اس بتاعت السلم اللي كانت 16 هنا او 18 او وات ايفر هي كانت كام؟ حلو الكلام؟ بس انت كده مش واخد وزن مين؟ وزن السلمه نفسها. طب وزن السلمه نفسها ده يتحسب ازاي؟ هو عباره مش احنا كنا قايلين ان هي كانت 7 اللي هي الحته الزياده بالظبط. لا مش تي اس زي 7، تي اس البرنامج هيحسبها لوحده اللي هي بتاعت البلاط. يبقى لك انت مين؟ وزن السلمه اللي هي كنا بناخدين 7 سم اللي هي ال 15 اللي هي القايمه على الاثنين، فبنقسم القايمه على الاثنين ونضربها بالكونكريت واحط الحمل ده كمان فوق ايه؟ البلاط. مفهومه كده ولا عليها تاني؟ تاني؟ طيب بص يا باشمهندس، انا عندي السلم او البلاطه بتاعت السلم دي كده. لو انا بتكلم على الديد لود اللي عليه مين هو؟ الفلور كفر ماشي يا سيدي على عيني وعلى راسي. بعد كده الجاما كونكريت في مين؟ في التي اس. واتفقت معاك ان انت في الحل المانيوال ما بتعملش كده، انت الجاما كونكريت في مين؟ في التي افريج صح؟ لكن احنا على السبب ندخل مين؟ الجاما كونكريت في التي اس، فلازم تزود الحته بقى اللي هو الفرق ما بين التي اس والتي افريج اللي هو كان كام؟ 7 اللي هو نص الايه؟ السلمة مش السلمة كانت 15 نصها ده كان تقريبا 7، فتروح ضايف عليها مين هنا؟ الجاما كونكريت في مين؟ في ال 7 سم. فهو ده الجزء اللي احنا حسبناه بيطلع 19. يبقى انت كده واحنا بندخل الديد لود هتدخل لي كام وكام؟ 15 اللي هي بتاعت الفلور كفر زائد مين؟ زائد 19 اللي هو كام؟ 4. في حد كده مش فاهم؟ طيب اكمل. بعد كده عندي البيم، البيم اللي شايله عندك مديك ابعادها 12 في 50 وبعد كده العمود 25 في 60. هل انا البيم او العمود دول هصممهم من الموديل اللي انا هعمله ده ولا ليه علاقه؟ انت اصلا البيم والعمود دول انت صممتهم قبل كده اصلا. البيم والعمود دول انت اصلا واخد تصميمهم قبل كده، مش احنا اتفقنا لما كنا بنعمل موديل السقف بتيجي دايما تقول لي ايه؟ يا باشمهندس طب والسلم؟ هنعمل ايه في السلم صح ولا مش صح؟ بتقول لك السلم بعمل له ايه؟ موديل لوحده. طب انا حاططهم هنا ليه؟ انا حاططهم مش هحط عليهم احمال ولا اي حاجه، بس انا ما ينفعش احط السلم لوحده، هو السلم مين اللي شايله؟ مش الكاميرات والاعمده، فلازم تمثلهم في البرنامج. لكن هل انت هتعمل تصميمهم من هنا؟ ما انت خلي بالك من العمود اللي شايل السلم من هنا ده، ما في لسه حمل جاي عليه من الناحيه الثانيه، مش في بلاطه الناحيه الثانيه صح ولا مش صح؟ فما ينفعش تاخدها من هنا. فعشان كده كنا بنعمل ده في موديل لوحده وده في موديل ايه؟ لوحده. ليه بنعمل ده في موديل لوحده وده في موديل لوحده؟ الموديل الثاني كان 2 دي اكس وواي صح ولا مش صح؟ هنا ده الموديل ماله؟ 3 دي. فكان صعب ان احنا نعمل الاثنين مع بعض، كان هيبقى هما الاثنين مالهم 3 دي، وكانت الرسمه هتبقى قدامك ايه؟ متلخبطه ومش شايفها كويس والقصه دي كلها. فبنعمل ده في موديل لوحده وده في موديل ايه؟ لوحده. الموديل ده هجيب منه تسليح مين؟ السلم فقط. الموديل ده هجيب منه تسليح مين؟ بلاط السلم فقط. اما بالنسبه للكاميرات والاعمده لا، احنا اصلا كده كده صممناهم قبل كده. مفهومه القصه دي؟ طيب السلم اللي قدام حضرتك ده بادي اهو من عند منسوب السيرش، وبعدين اخد قلبه كده وصل لحد منسوب كام؟ انا بادئ من عند منسوب الصفر وبعدين وصلت لحد منسوب كام؟ 1 و5 وبعد كده قام عمل قلبه ثانيه وصل لمنسوب كام؟ 1 ل95 بعد كده القلبه الثالثه وصلته من 1 ل95 لكام؟ لكام؟ 3 اللي هو منسوب الدوش. حلو؟ يبقى ده بالنسبه لي بدايه السلم، قمت طالع لحد منسوب كام؟ ده يعتبر مثلا نص الدور، وبعد كده قمت طالع ثاني لحد منسوب ايه؟ بقيت نص الدور، وبعد كده ايه؟ ده كام قلبه؟ 3 قلبات، ادي مجموعه سلالم حضرتك، وادي مجموعه سلالم، وادي مجموعه سلالم. مفهوم القصه ولا عيد حاجه؟ طيب السلم بقى اللي قدام حضرتك ده هو مديك ان انت السلم ده متشال على 3 كاميرات في منسوب الدور، ادي كاميرا وادي كاميرا وادي كاميرا، 3 كاميرات في منسوب مين؟
الدور. وعندك كاميرا واحده اهي مع السلم، يعني مع السلم اللي هي الكاميرا المكسره. يعني ايه كاميرا مكسره؟ مش السلم حضرتك طالع عامل كده، فانت في كاميرا طالعه بنفس المنظر اللي قدام حضرتك ده. مفهومه القصه دي ولا مش مفهومه؟ انا عندي ثلاث كاميرات في منسوب الدور، وكاميرا واحده في منسوب ايه السلم او طالعه مكسره مع السلم. طيب اللي في النص ده زي الفراغ بتاع المصعد او السلم او ايا كان. الابعاد بتاعه السلم بتاعنا عشان تحفظوها 1.25 و1.5 و1.25، ده في اتجاه مين؟ اتجاه واي. طب وفي اتجاه اكس 1.25 1.8 1.25. في حد عنده اعتراض؟ نبدا نحل. نعم الكاميرا المكسره هنتكلم عليها، هنشوفها واحنا بنستلم. بص كده انا عندي كاميرات اهي في منسوب اهي كده، دي في منسوب ضوء، دي كاميرا الثانيه الثالثه. في بقى كاميرا مكسره مع السلم اللي انت شايفه قدامك اهي، صح ولا مش صح؟ هم دول الثلاث كاميرات. عندي كاميرا اهي وكاميرا اهي وكاميرا اهي. حلو. وعندك الكاميرا الاخيره مالها؟ مكسره مع السلم. نعم ممكن ما تعملهاش اصلا. ممكن ما تعملهاش اصلا وتعملهم كلهم في منسوب الضوء عادي. عايز تعمل واحدة هنا واحدة الناحية التانية يعني؟ خلاص كده؟ طيب تعالى بقى عشان انا امثل الموديل ده على برنامج الساب، تعالى ما نشوف هنعمله ازاي. طبعا السلالم بنعملها على برنامج الساب، اي حاجة تقريبا فيها ادوار او كده ما بتتعملش على برنامج مين؟ الساب. لا اما بتعمل على الساب لا اما على الداس، واحنا دايما بنصمم السلالم على برنامج الساب. طب تعالى اما نفتح كده البرنامج ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدا كده نشوف هنعمل الكلام ده ازاي مع بعض. هنبدا اول حاجه فايل نيو موديل. طبعا اليونتس بتاعتنا مش هنسيبها عشان احنا معلمين على الاوبشن بتاع مين، سيف اوبشن ايه از ديفولت، فهو خلاص مثبت اليونتس مش كل مره اخش ايه اعدلها. هختار شاشة بلانك اللي هي الشاشة العادية خالص، وابدأ انا اظبط الجريدز بايدي. حلو. اقول له edit grids modify وابدأ بقى انا هشتغل بطريقة السبيسنج. فطبعا اول ما تيجي تدوس على طريقة السبيسنج هيقول لك ايه ما ينفعش، هو يمكن البرنامج ده البرنامج الوحيد اللي بيقول لك ما تنفعش. في الفيرجنز اللي قبل كده كان عادي ان انت ايه تدوس على السبيسنج، هو هنا بيقول لك ما ينفعش ليه، لازم يبقى على الاقل عندك جريد في ايه في كل واحدة. بعد كده تدوس له سبيسنج يبدا يشتغل معاك. فانا عندي كام جريد في اتجاه اكس؟ 4 صح الكلام، اللي هم هنسميهم مثلا واحد اهو. لو انا جيت سميت ده كده واحد، حلو، واقول له اد اد اد، يبقى كده عندي كام جريد؟ 4. وعندك كام واحد في اتجاه واي؟ 4 برضه، ادي واحد. حلو الكلام. وفي اتجاه زد عندك كام جريد؟ هو المفروض بالمنظر اللي احنا كنا شايفينه ان انا هعمل جريد عند الصفر وجريد تاني عند الواحد وخمسة، جريد تالت عند الواحد 95 وجريد عند الايه؟ يعني هيبقوا كام جريد؟ 5. حلو الكلام؟ لان احنا بنختم بواحد في الاخر عند الصفر، بس احنا مش هنعمل كده، احنا هنعمل واحد في اتجاه الصفر، واحد عند الصفر، وواحد عند التلاتة، والباقيين دول هعلمك من جوه البرنامج وانت بترسم تعملهم ازاي. بدل ما تحط الجريد قدامك تلاقي ان الشبكة بقى طالعة عندك كبيرة. هنقولها، ماشي؟ فادي هنا ده، ادي الجريد في اتجاه الاكس جت كام؟ حد فاكر؟ واحد وربع، واحد وثمانية، واحد وربع. حلو؟ في اتجاه الواي كام؟ واحد وربع، واحد ونص، واحد وربع، وصفر. وهنا هحتاج واحد كمان اللي هم واحد عند التلاتة وواحد عند الايه؟ الصفر، لان انا بختم بايه؟ بالصفر. كده هدوس له اوكي، هتلاقي ان الجريدز بتاعتك ايه؟ اترسمت. ادي منظر الجريدز بتاعتك في 3D. هل انا يا باشمهندس هرسم في 3D؟ لا احنا مش بنرسم في 3D. طيب قبل ما ارسم اصلا او قبل ما اعمل اي حاجه مش لازم اروح على قائمه مين؟ ديفاين. اعرف مين الاول؟ الماتيريال. الماتيريال بتاعتي خرسانه، كانت كام الخرسانه؟ 250. الجاما كونكريت 2.5، الرقم ده خلاص بقى عرفناه 2 في 10 أس 6، واوسين ريشيو ما بتتغيرش، الثيرمال افكت ده ولا الثيرمال كوفيشنت ما بغيرهوش. باجي هنا الارقام دي بتبقى كام؟ 8 من 10 في 2500 اللي تطلع كام؟ 2000. ودي تطلع كام؟ نفس الرقم 2000. واروح دايس له ايه؟ اوكي.
اوكي كده انا عرفت مين الماتيريال صح الكلام اللي هي الكونكريت ال 250 ادوس له اوكي بعد كده ديفاين سيكشن اعرف فريم سيكشن واعرف بتاع الكاميرا وبتاع العمود طيب بتاع الكاميرا كان كام اولا كان النوع بتاعه كونكريت كان ريكتانجلر كان كام في كام كانت 12 في 50 ادي كاميرا 12 في 50 يبقى الرقم الاولاني 12 ولا 50 50 والرقم الثاني 12 واجي من هنا على طول اروح اخش على السيت موديفاير اغير مين اخليه كام رقم ايه صغير واحد من 1000 مثلا او واحد من 10000 واقول له ايه اوكي بغير الرقم بتاع التورشن ده ليه حضرتك عشان ما يبقاش ايه واخد تورشن عشان تبقى الكاميرات ما عليهاش ايه تورشن فما تسحبش من المومنت بتاع البلاطه وشرحناها قبل كده حلو طيب اجي بقى كمان هعمل قطاع للاعمده هعمل قطاع للايه للاعمده فاجي انا اقول له ايه ما احنا هنا مش هنعرفها على انها نقطه ما انت بترسم في 3 دي فعرفها على انها نقطه في 3 دي ازاي فلازم ارسم العمود بايه بقطاع بس هنا للاسف مفيش القصه اللي احنا كنا بنعملها مثلا في برنامج السي مفيش حاجه اسمها عمود احنا لازم كنا نيجي نعرف هل كنت بعرف الاعمده زي ما احنا بنعرفها كده لا انا كنت بعرفها ايه كعمود كان في حاجه في الديفينيشن اسمها كون صح دلوقتي ما عنديش فخلاص هعرفها على انها ايه بيم وانا برسمها ابقى عارف ان هي ايه عمود فتبقى هي الابعاد بتاعته كان كام في كام العمود كان ابعاده كام في كام 25 في 60 حلو وادي دي كام 25 واقول له ايه اوكي واقول له اوكي كده انا جاهز للرسم لا لسه مش جاهز باقي لك ان انت تعرف مين كان اللود باتر صح الكلام واللود كومباينيشن هتيجي تعمل لي حاله اسميها ايه لايف واقول له اد مش تخليها بزيرو انت تختار من هنا لايف روح هو عملها على طول بزيرو وتقول له ايه اوكي وبعد كده اجي على ديفاين تاني واعمل مين اللود كومباينيشن واقول له ايه اد نيو والحاله الاولانيه اسمها وركينج على الرغم ان احنا مش هنحتاجها يعني حاله الوركينج دي مش هنحتاجها بس خلينا نعرفها يعني الديد لود كان بواحد واللايف لود كان بكام بواحد واقول له اوكي وبعدين اقول له اد كمان واحده اللي هي اسمها مين الالتمت هي دي اللي احنا اصلا محتاجينها كان الديد لود بكام 1.4 واقول له اد وبعد كده خليه لايف لود وكام 1.6 انا عارف ان 90% من الناس اللي قدامي دلوقتي ملانين يعني ايه ملانين خلاص يا باشمهندس ما هو الكلام ده ما احنا عملناه 100 مره قبل كده ده اللي انا عايز افهمه لك الكلام اللي انا عمال اعمله قدامك ده انا اول مره اعمله كنت انت مبسوط والدنيا جميله بعد كده انا لو كررت الكلام بدل مره مليون مره يعني انت اول مره الاستفاده بتاعتك كانت طالعه مثلا 60% لما كررته كمان مره بقى 70% من المره الثالثه استفادتك مش هتعدي حاجه ما هي نفس الخطوات امال استفادتك تبقى امتى كويسه لما انت تعمل الكلام ده بايديك وده اللي بيخليني دايما ما اشتغلش على المشروع كله اصلا مش هستفيد حاجه دلوقتي لما اجي ارسم كاميرا علمتك الكاميرا بترسم ازاي واقعد ارسمها قدامك 50 مره مع ال 50 مره انت ما استفدتش منهم حاجه كفايه قوي ان انا ارسمها قدامك مره واثنين وثلاثه وخلاص الباقي كله معتمد عليك انت ان انت تحل بايدك طول ما انت ما بتحلش بايدك انا هخرج من الكورس انا كمعيد هخرج من الكورس هبقى 100 100 عملت الكلام ده 50 مره فاستفدت سرعتي على البرنامج زادت طبعا تمام قدرتي على الشغل على البرنامج طبعا زادت كل دبلومه هتعملها كل مره قدرتك على الشرح وقدرتك على التنفيذ والحاجات اللي انت بتعملها هتزيد لكن الطالب اللي قدامك هو ما استفادش حاجه فلازم حضرتك تشتغل بايدك لازم تبقى انت المعلومه دي في دماغك طيب اجي ابدا ارسم بقى اجيب البلان اللي هو اكس وواي انا هبدا ارسم مين البلاطات انا كده في منسوب كام زد بكام عندي زد بزيرو عايز اطلع على المنسوب اللي فوقيه ادي زد بكام 3 فانا هبدا ارسم البلاطات اللي في منسوب زد بزيرو عندك كام بلاطه في منسوب زد بزيرو هو الحقيقه انا ما عنديش اصلا بلاطات في منسوب زد بزيرو كل البلاطات ما هياش المنسوب بتاع الزيرو ده بس انا هاجي ارسم كل البلاطات في منسوب الزيرو وبعد كده ابقى ارفعها بمعرفتي ابقى اشوف انا هحركها ازاي لكن عندي الثلاث بلاطات اللي هو ده اللي هي كانت هنا وهنا وهنا دول كانوا في منسوب الدور صح ولا مش صح فالطبيعي ان انا ارسمهم فين في ليفل 3 وخلاص والباقيين هرسمهم في منسوب صفر وبعد كده نبقى نشوف هنحركهم ازاي فاجي هنا كده على منسوب الزيرو واجيب الامر بتاع كويك واختار ما تنساش الحته دي اجي هنا اختار السكشن بتاعي واحنا عرفنا سكشن البلاطه ما عرفناش سكشن البلاطه مع انه اهم سكشن يبقى اجي هنا من ديفاين سكشن
area section تمام، واقول له add new واسميه كام slab، واتفقنا السيكلز بتاعها هيبقى 18 والرقم ده يبقى كام في الممبرين وفي البندنج كام 18، اتفقنا خلاص بقى مش هغير. حلو، واقول له ايه اوكي، واقول له اوكي وابدا بقى اعمل الامر تاني، اقول له بعد اذنك انا هرسم بالسيكشن بتاعي اللي اسمه سلاب كام 18، عندي بلاطه هنا وبلاطه هنا وبلاطه هنا وبلاطه هنا وبلاطه هنا، فيهم مشكله؟ بعد كده اقول له بعد اذنك اطلع لي على المنسوب اللي هو 3، عندي بلاطه هنا وبلاطه هنا وبلاطه هنا، في مشكله؟ تمام. عندك بس مشكله بسيطه قوي بقى في السلالم، ايه هي المشكله دي؟ القصه بتاعه اللوكال اكسس لازم تبص عليها. يعني انا لو جيت فتحت من هنا كده وظهرت اللوكال اكسس بتاعه البلاطه تمام، اهو ادي اللوكال اكسس بتاعه البلاطه، قلت له ابلاي وقلت له ايه اوكي. بص حضرتك كده لو ركزت معايا، عندي ده في الاتجاه ده وده في الاتجاه ده، ده في الاتجاه ده وده في الاتجاه ده، في مشكله فيهم؟ لو انا جبنا بس 3D عشان تبقى شايف كلهم مظبوطين ولا لا؟ مظبوط 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 مظبوط. تيجي على اللي فوق هتلاقيهم للاسف ها كده في نفس الاتجاه ولا في عكس الاتجاه؟ ده انا كده كل البلاطات بتاعتي مالها في نفس الاتجاه، الاحمر في اتجاه اكس والاخضر في اتجاه مين؟ واي. في مشكله؟ طيب حلو، بص لي على اللوكال اكسس كمان بتاعت الجوينت، لا احنا ما عندناش لوكال اكسس للجوينت مش محتاجه اصلا. طيب هاجي بعد كده هات لي تاني بعد اذنك يا باشمهندس الاكس وايه؟ الاكس وواي. في البلان ده هل انا عندي اي كاميرات؟ مفيش. انا عندي الكاميرات كانت في منسوب مين؟ كانت في منسوب الدور. كان عندك كام كاميرا؟ 3. فاجي من هنا وابدا ارسمهم، اختار القطاع بتاعي اهو 12 في 25، كان عندي كاميرا هنا اهي يا سيدي، كان عندي كاميرا هنا اهي يا سيدي، دوس كليك كده بره، وبعدين كان عندي كاميرا هنا. في مشاكل؟ تيجي طبعا ترسم الكاميرا المايله ما تعرفش ترسمها دلوقتي، ما تعرفش ترسمها غير لما تحرك الايه؟ البلاطات بتاعتي. طب هاجي بقى تاني عايز اشوف البلاطات دي احركها ازاي؟ انا عايز من هنا من المنظر اللي قدام حضرتك ده كده اكون المنظر بتاع السلم اللي انا عارفه. طيب انا مبدئيا كده هنا دول النقطه دي والنقطه دي كانوا على منسوب كام؟ فعلا كانوا على منسوب الصفر، صح ولا مش صح؟ لكن بالنسبه للنقطه دي والنقطه دي والنقطه دي والنقطه دي، الاربعه دول كانوا على منسوب مين يا باشمهندس؟ 1 و5. فعشان ارفع الاربع نقط دول لمنسوب 1 و5 بنعملهم من امر هنا كده اسمه ايديت، وبعد كده عندي امر اسمه ايه؟ موف او كنترول ام. هترفعهم في اتجاه مين يا باشمهندس؟ الزد. مقداره كام؟ 1 و5. واقول له ابلاي. اترفعت ولا لا؟ هو انا حددت النقط بتاعت البلاطه الاخيره بس. حد يعني ايه حد؟ الاربع نقط. ما هو النقطتين اللي في الاول دول على منسوب صفر حددتهم ليه؟ صح؟ تمام؟ بعد كده هعمل ايه؟ هلف المنظر بتاعي عشان اشوف. بالنسبة للأربع نقط دول هندسة، النقطة دي والنقطة دي والنقطة دي والنقطة دي، كانوا على منسوب كام؟ 1 و95، وادوس له أبلاي، اترفع صح ولا مش صح؟ بعد كده بعد إذن حضرتك لف كمل لف كده في السلم بتاعك. بقى عندي النقطة دي والنقطة دي، منسوبهم كام مفروض؟ 3. وتقول له ابلاي وتقول له اوكي، يبقى انا كده كونت المنظر بتاع السلم بتاعي، صح ولا مش صح يا باشمهندسين؟ كده كونت المنظر بتاع السلم بتاعي. اقدر ساعتها ارسم الكاميرا الايه؟ المكسره بتاعتك اللي هي كانت منين لفين؟ من هنا لهنا مكسره مع السلم، وبعدين من هنا لايه؟ لهنا. هل في كاميرا الناحيه الثانيه كده يا باشمهندسين؟ هل في كاميرا مكسره هنا كده؟ هنا كده في الحته دي؟ لا مفيش اصلا. هم الاربع كاميرات. امال يا باشمهندس المنظر ده مش شبه المنظر اللي عندنا؟ لا يا باشمهندس هو المنظر اللي عندك بس ده في 3 دي، لازم تتخيله. يا هندسه هو معاه كده الله يرضى عليك. مش هتيجي نتنام عندنا؟ ماشي. في مشكله كده؟ في حد مش فاهم اترسمت ازاي؟ هو كده الهندسه اللي في النص متشاله على الصدفه دي والصدفه دي. انهي قلب الفونس؟ القلبه دي متشاله على القلبه دي او القلبه دي. طب اللي فوق الكاميرا اللي فوق خالص دي عشان الشاشه ايه؟ مين؟ الكاميرتين اللي قصاد بعض. الكاميرتين اللي قصاد بعض دول؟ دول غالبا هتلاقيهم مش شايلين حاجه. اللي شايل هم الكاميرتين دول والكاميرا المكسره. ما انا بقول لك مش شايل. احنا كده كده احنا لينا علاقه بالكاميرات دلوقتي؟ هنصمم منها حاجه هنا؟ لا. باقي ان انا ارسم مين بقى هندسه؟
ارسم بقى الاعمده عشان ننبسط بقى كلنا. لا احنا الاعمده امتى قلنا عليها ان هي هيبقى عليها دش؟ الاعمده امتى برضه هيبقى عليها دش؟ انا معرفها ايوه ماشي ماشي، بس هرسمها على انها عمود. ما هو الدورشن ده برضه معتمد على الانرشيا، فانت الانرشيا بتاعتها بقت ايه؟ الاصليه مش الكوكا بتاعت الكاميرا خالص، مش يسحب منها حاجه. حلو؟ اجي ارسم بمين؟ مش عرفناها؟ هي دي؟ اكيد؟ تعال نتاكد منها. define section frame section، خش على ده كده لو عملنا له موديفاي. ايوه هو ده، بس ما كنا سميناه ايه؟ كنا سميناه عمود. اوكي اقول له اوكي وابدا ارسم لي الاعمده بقى بتاعت حضرتك. الاعمده بتاعت حضرتك كانت فين؟ عندي عمود من تحت هنا كده لحد فوق، في مشكله؟ وعندي عمود من هنا كده لحد هنا لحد حد فوق، صح؟ ماشي. لا مش تفرق حاجة لو عملتها على مرة واحدة أو عملتها مرتين. وعندي عمود تاني من هنا كده لحد إيه؟ لحد فوق. في تاني عمود يا باشمهندسين؟ يبقى إحنا كده بقى لنا عمود. طبعا الرسم على الثري دي ما بيبقاش سهل يعني، بس شوية شوية اتعود يعني. عامل زي العربيات بالظبط النسائية. طيب كده في حد مش فاهم حاجة؟ كده انا المنظر بتاع السلم بتاعي اترسم كله، عايز بس ارجع ابص على اللوكال اكس اتاكد ان هما مظبوطين. اه كلهم كده في المنسوب ده كده مظبوطين، صح ولا مش صح؟ لو نزلت على المنسوب التاني فين راحوا؟ طبعا مش موجودين، ما خلاص ما انت نقلتهم كلهم. طب بص عليها في 3D، لو جينا بصينا ركز كده معايا. هنا بقى ايه حصلت المشكلة اللي انا بكلمك فيها؟ هنا الاحمر في اتجاه اكس والاخضر في اتجاه واي، انما البلاطة دي ايه اللي حصل فيها؟ ده الاخضر اللي بقى في اتجاه اكس والاحمر اللي في اتجاه واي. طب هل ده ينفع؟ ما ينفعش طبعا تحل عليها وهي كده، فهقوم احدد البلاطة دي. ماشي، دي فيها مشكلة. في مشاكل تاني في اي بلاطات؟ اه هتلاقي في مشكلة في البلاطة اللي هناك دي. اللي هنا دي، حلو الكلام. البلاطتين دول محور اكس ومحور واي مقلوبين، يعني كل الرسم ماشيين اللي الاتجاه ده هو اكس واللي في اللي فوق هو واي. هنا معمول فيهم ايه؟ العكس. طب الفهم ازاي هندسه؟ الفهم من هنا من اساين، المره دي اختار مين؟ اريا، واجري على مين؟ على ريفرس لوكال اكس 3. هو ده اللي هيعملها لك؟ لا طبعا. حضرتك ريفرس لوكال اكس 3 ده لما كانت البلاطه كانت مالها؟ لما كانت بتبقى متلونه موف، صح الكلام؟ وانت عايز تقلبها احمر عشان كده البلاطه مقلوبه كده، تديك الوش الموف. لكن هنا كل البلاطات اتجاه واحد، لكن اللوكال اكسس نفسه انا عايز الفه، بدل ما هو اكس اخليه واي. كنا بنعملها منين؟ من هنا من اللوكال اكسس، واخليها كام دي؟ 90. اقول له ابلاي، اقول له اوكي. بص بقى كده حضرتك عليهم. ادي الاحمر وادي الاخضر، ادي الاحمر وادي الاخضر، ادي الاحمر وادي الاخضر، دي ادي الاحمر برده وادي الاخضر. ايه ده يا باشمهندس؟ بس ده الاحمر ماشي كده. انا ما يهمنيش بقى ماشي كده شمال ولا ماشي يمين، المهم ان الاحمر في اتجاه اكس والاخضر في اتجاه مين؟ في اتجاه واي. لكن ما يفرقش معايا هو ماشي شمال ولا ماشي يمين، انا يهمني مين يا باشمهندس؟ الاتجاه. انا يهمني ان ده الاحمر في الاخر كله في اتجاه اكس والاخضر كله في اتجاه واي. كده احنا كده خلصنا الشغل والشغل بتاعك مظبوط. حد عنده اعتراض؟ حد مش فاهم حاجه؟ طيب عايز تفرح بقى انت بنفسك عشان الحاجات اللي انتوا بتحبوها، نروح نشغل الامر اللي احنا بنحبه اللي اسمه ايه بقى؟ اولا اخفي اللوكال اكسس دي، خلاص مش محتاجها، خلاص ظبطتها. اكسترود فيو ابلاي اوكي. ادي المنظر بتاع السلم، سلم اهو جميل وشكله ايه؟ شوف تفرح بقى وتفرح زمايلك والكلام ده. لا لسه احنا لسه ما خلصناش. حلو؟ ده مش
نعم ده شكل البلاطه في الاكسترود فيو. طيب اجي اعمل ايه بقى يا باشمهندسين دلوقتي؟ ولو عملت الزاويه سنه 90 مش 90 مش ممكن يظبط الدايركشن بتاعي؟ هيظبط واحد والتاني لا برضه ماشي. ما انا مفيش مشكله، انا بقول لك ان هي مش مؤثره على النتائج. انا اللي يهمني ان واحده في اتجاه اكس واحده في اتجاه واي، وعايز تعملها زي ما الباشمهندس بيقول لك كده اعملها واحده واحده ماشي. انا مش انا بقول لك ان هي مش مؤثره معايا في النتائج، فعملتهم هما الاثنين واحد. عايز تعمل دي لوحدها وبعدين تروح على الثانيه بدل ما كانت 90 تعملها سالب 90 فالزاويه تتعدل معاك خير ماشي. طيب جينا احنا عملنا كده دي المحاور بين ده كده عملت دور واحد. لو انا عايز اعمل الكلام ده 20000 دور سيلكت اول edit replicate linear ارتفاع الدور كام؟ هكرر كام دور؟ 10 ادوار واقول له اوكي اهو يا سيدي وتنبسط بقى وتفرح الناس بقى وت ايه خدها لنا بقى كده انت خلاص بقى كده انت عديت مع اللي عد والدنيا خربت معاك. طالما طلعت سقف كبير كده يبقى انت 100 100. عامه هي الموضوع بسيط يعني انك عايز تطلع اي حاجه خلاص انت بترسم. خلي بالك ان احنا برضو لما نخش على برنامج ليتيبس القصه كلها كده انت بترسم دور تمام، بس الدور بقى هناك بيبقى فيه ايه؟ فيه عمود على شير وول على الاعمده داخله بالقطعات بتاعتها وكل واحد واخد الضرب بتاعه والبلاطه اصل هنا فيها بويد. فتيجي انت لما تعمل الامر بتاع ريبليكيت ده على 10 ادوار تحس ان انت عملت عمل عظيم. بص برج خليفه عايز تعمل 60 دور اعمل 60 دور في مشكله؟ طيب هل انا محتاج دي؟ انا مش محتاجها اصلا خالص، انا محتاج دور واحد اصلا هعمل ايه بده كله. طيب عايز بقى بعد كده يا باشمهندسين عايز اعمل ايه؟ اعمل برده سيلكت اول حلو الكلام وابدا احط بقى الاحمال بتاعتي. ابدا احط الاحمال بتاعتي احطها ازاي؟ من اساين بعد كده مين؟ اريا لود يونيفورم شيل عندي في حاله الديد يتحط كام؟ 0 3 4 صح الكلام؟ ليه 0 3 4 ليه يا باشمهندس؟ كان عندي الفلور كفر كان ب 15 ووزن السلمه كان ب 19 تمام. واقول له ايه؟ اقول له ابلاي كده هو حط الاحمال ماشي مفيش اي مشكله. اقوم اختار تاني كل صح الكلام واجي بقى احط اللايف لود. اللايف لود قيمته كام؟ 0.3. هل تفتكر الكلام ده صح؟ اولا المفروض اختار لايف صح الكلام. فكره بقى ريبليس واد دي مش مهمه ليه؟ هو لما جربتها على البرنامج مره واثنين وثلاثه هو بيعامل اللايف لود حاله لوحده والديد لود حاجه لوحده، يعني بيعملش الاثنين حاجه واحده. فبالنسبه للاد او ريبليس مش تفرق معايا، خلينا في اد عشان تبقوا مطمنين. حلو الكلام؟ عشان عشان نبقى مطمنين، بس عندك بقى مشكله هنا بسيطه. ايه المشكله البسيطه دي؟ انت لو دخلت الاحمال كده للاسف هتبقى غلط، ليه؟ احنا في الديد لود يا باشمهندس انا مدخل الاحمال في اتجاه مين؟ جرافتي صح ولا مش صح؟ لكن هل اللايف لود بيبقى في اتجاه الجرافتي ولا في اتجاه الجرافتي بروجيكشن؟ ما هو انت وزن حضرتك بيأثر لاسفل صح ولا مش صح؟ فهو هنا لما كان عنده بلاطه مايله احنا القصه دي ما دخلناش فيها قبل كده لان كان كل الشغل بتاعنا ايه؟ افق. فالجرافتي من الجرافتي بروجيكشن مش ايه؟ مش تفرق معايا. لكن لما يبقى مايل لا انا عمر وزني ما هيأثر على المايل كده، انا وزني لازم يأثر ايه؟ على الجرافتي بروجيكشن. ما انت لما بتبقى طالع على السلم هل انت بتبقى طالع على السلم مايل ولا بتبقى طالع على السلم برده راسي؟ فلازم دي تختارها من هنا تختار مين؟ اخر واحده اللي هي جرافيتي بروجكتد وتدوس له ابلاي وتدوس له اوكي. هستاذنك بعد ما تعمل كده لازم تروح تختار بلاطه وتدوس لي كليك يمين وتبص على اللود. انا عندي الديد لود كان كام؟ 34 واللايف لود كان كام؟ يبقى الرقم ده ما هي بوينت 3. ما هو بقى ما انت لو كانت طالعه قدامك بوينت 3 كنت تقول ايه؟ لا ده انا كده غلطان صح ولا مش صح؟ بس ده خلي بالك مش في كل البلاطات، انا عشان مختار بلاطه ايه؟ مايل. لكن لو كنت اخترت بلاطه كده ودست عليها كليك يمين وتبص على اللودز محطوط كام؟ 3.8 كده انا شغلي ايه؟ مظبوط. لو كنت حطيتها جرافيتي بس مش جرافيتي بروجيكشن كان هيبقى كله نفس الحاجه، والكلام ده طبعا في الحقيقه ما بيتحققش. هل حد عايز يسال في حاجه؟ كده انا حطيت الاحمال. بعد كده بقى يا باشمهندس اروح احط ايه؟ احمال الكاميرات واحمال الاعمده. هل انا محتاج اعمل الكلام ده؟ انا حاططهم ليه؟ انا حاطط الكاميرات وحاطط الاعمده ليه؟ عشان دول الاستاتيكال سيستم بتاعي، دول اللي شايلين. هل انا هخش اصممهم؟ لا. يعني انا كنت ممكن ارسمهم بالقطاع الافتراضي عادي اللي هو القطاع اللي كان البرنامج معرفه ده شبه ده وخلاص عادي ولا يهمني.
لكن انا الفكره اللي خلاني اعرفهم ان انا يبقى كل حاجه متعرفه. تمام. طيب بعد كده هبدا اعمل ايه؟ ابدا اعمل ايه بعد كده؟ عايز اختار البلاطات بس من سيلكت عشان اعمل ميشز صح؟ من سيلكت ايه؟ سيلكت بعد كده في البروبرتيز وبعد كده عايز اختار مين؟ الاريا سيكشن. بيقول لك دول الاريا اللي عندك عايز تختار انهي واحد فيهم. انا عايز اختار اللي اسمه سلاب 18 اقول له سيلكت اقول له كلوز اختارهم لي اختارهم لي. اجي اعمل مين هنا مين؟ ايديت ايديت اريا ديفايد اريا هتقسمها كام؟ نص في نص. ها؟ هل الكلام ده صح؟ طبعا الكلام ده غلط. مش ده الامر اللي بيقسم نص في نص. الامر اللي بيقسم نص في نص اهو يا باشمهندسين تحت اهو. يبقى انا هخلي دي كام؟ نص في ايه؟ في نص. وادوس له ابلاي وادوس له اوكي. كده تلاقي ان السلم بتاعك اتعمل 100 100. تروح تحل تلاقي المنشا ده وقع على طول. ايوه عشان السبورت بتاعك. الله ينور عليك. عشان احنا اصلا لسه ما حطيناش ايه؟ سبورت. هو حاسس ان الكلام ده عمود؟ هو بالنسبه له هو ده عمود اصلا ولا هيفرق معاه الكلام ده؟ هو مش فاهم الكلام ده. فلازم حضرتك تروح تعمل لي مين؟ اختار ايه؟ الاعمده. طب عشان اختار الاعمده بقى عندي عمود هنا صح ولا مش صح؟ وعندي عمود هنا. ولف كده المنشا معلش تعالى على نفسك. وعندي عمود هنا وادي عمود هناك اهو اخترته ايه؟ هناك. تمام؟ واخش اعمل لهم ايه؟ اساين جوين ريسترين واقول لهم ان هم هنج واقول له ابلاي واقول له اوكي. في كده مشكله؟ كده جهزنا المنشا بتاعنا ونخش نحل. برضه المنشا هيقع بعون الله. تحت ما هو السلم مش ممسوك من هنا هندسه. انت الكلام ده هتلاقيه اتحرك خرج من هنا بقى بره في الشارع. تلاقي السلم بتاعك راح خارج في الشارع ما بقاش موجود اصلا. اول ما حد هيدوس عليه وهو من هنا مش متثبت. اللي من تحت ده مش متثبت اه هيقف يتنط معانا. انا لو شغلت لك الستارت انيميشن هتنبهر. حلها ايه بقى؟ حلها ان انا اجي احدد النقط دول واعملهم ايه؟ اساين جوينت. مش مستاهل يعني انت اساين جوينت من نقط جنب بعض ممكن تحط عند كل نقطه ايه؟ صح الكلام كده ولا مش صح الكلام؟ خلاص كده السلم بتاعي مظبوط و100. حد عنده اعتراض على حاجه؟ نعم. ما نزلوش بس اصلا السلم بتاعه مش في الكاميرات. ما احنا صممنا الكاميرات دي قبل كده. اه ما احنا دخلنا الاحمال. فاكرين لما كنا ندخل الاحمال كنت باجي على الكاميرا. انت جيت متاخر. كان عندي الكاميرا هنا وكاميرا هنا كنت باجي على الكاميرتين دول اقول لك ايه انا هحط عليهم احمال السلم. كنت بجيب احمال السلم ازاي؟ لما كنا بنضرب 1.2 بالطول اللي هو ده اللي هو اسمه ال واقسم على الاثنين عشان يتوزع على الكاميرتين. كان بيطلع بتاع 6 تقريبا او مش عارف 2 وشويه. كان بيطلع رقم كان بيطلع بتاع 2.5. فكنت بتيجي على الكاميرا دي والكاميرا دي تروح مزود عليهم الحمل بتاع السلم. فاحنا اصلا كده كده واخدين في اعتبارنا. اما بالنسبه لتفاصيل التسليح دي حاجات ماشي؟ يعني هو انا في السلم هنا باخد التسليح بتاع السلم بس. اه. اه. يعني وفي اخر حصه يعني هحاول ابهرك يعني. ان شاء الله. هو مش عارف انا ماشي باكثر دقه من كده. انا ممكن ان انا ابدا اصلا بالسلم واشوف احماله جاهز قد ايه اعتبرات هو. ما انا بقول لك هبهرك في اخر حصه. الكلام ده كله ملوش لازمه. انا هبقى يعني عامله عشان حضرتك تفرح بيه. الناس اه والله الناس بتفرح لما تشوف السلم مش عارف ليه. السلم اه. طب ما جاي ناخد كورس ليه بقى؟ ما انت هتعمل كل حاجه لوحدك. اروح انا. غريب قوي برضو. طيب اجي على الحاله بقى بتاعه المودن واقول لها ايه؟ دونت ران. واقول له ايه؟ بعد اذنك ران. طبعا مش ايه اوعى تعملها. اوعى تعملها انا افتكرته هيقفل. ده كده يا باشمهندسين المنظر بتاع ايه؟
بتاع الديفورمد شيب بتاع السلم خلاص طالع منظر. انا عايز اصلا اي حاجه من الديفورمد شيب، انا بس اللي اتاكد منه انه كله تمام مع بعضه. اه والله خير، والله بص كله تمام مع بعضه ازاي. عارف لو حضرتك ما كنتش عملت السبورت بتاع دي كنت هتلاقي البلاط دي بالها بتجري. حلو الكلام عشان هتفرج ايه. والله انت هتفتكر الراجل ده. الحمد لله الحمد لله ان انا هفتكره. طيب بعد كده بقى يا باشمهندسين باين ان انا اعمل ايه. انا كده خلاص السلم بتاعي تمام ومفيش فيه اي مشكله. عايز ابدا اعمل ايه حضرتك؟ عايز ابدا اصمم. فعشان تبدا تصمم اه بالمناسبه حضرتك لو عايز تشوف السلم ده بمنظره الطبيعي اللي هو اللي انت عارفه يعني ممكن تيجي من هنا من فيو سيت 3 دي فيو واقول له انا عايز ايه باين لي المستوى الاكس ده زيرو قول له ابلاي قول له اوكي. مش ده المنظر بتاع السلم؟ هو طالع معايا ليه كده؟ عشان انت مشغل ايه الديفورمد شيب. ماشي مش ده المنظر بتاع السلم اللي كان عندنا اللي احنا كنا بنرسمه اصلا. احورك والدنيا جميله. طيب ماشي نظام نقل الاحمال بس ماشي ازاي؟ يعني بص عليهم كده انت قول لي. طيب القلبة دي متشالة على دي اللي هي متشالة على مين؟ على الكمر. ودي متشالة على اللي فوق اللي هي متشالة على مين؟ على الكمر. بس بس ما انت لما تيجي تبص من اللي فوق مش هتشوف السلم ده زجزج كده. ما انا بينتهي لك مش تلعب كلها قدامك حاجه واحده اهي تاني ولا خلاص تاكت. اجي من هنا واجيب السلم وابدا اعرض. هعرض مين؟ ام 1 1 اللي هو في اتجاه مين؟ اتجاه اكس. واختار من هنا حاله مين؟ الالتيميت وادوس له ايه؟ ابلاي وادوس له ايه؟ اوكي. ادي السلم بتاعي. بص بقى الاحمال طالعه عامله ازاي والدنيا عامله ازاي ولا سيف ولا اي حاجه. اولا بالنسبه للسالب 11 دي انت تفرق معاك في حاجه ولا كانك شايفها؟ السالب 11 دي فين؟ عارف لو قربنا كده اهي اهي دي السالب 11 الكلام. لكن انت من جوه كام؟ بص بص جوه الارقام عامله ازاي فاهمني. فين اقصى حته؟ اقصى حته حضرتك شايفها في السلم هنا ايه؟ اقصى لون اللي هو اللون ده كان الكام؟ ما هو بيعرضها بره. كان الكام يا باشمهندسين؟ تقريبا اتنين. تقريبا اتنين دي اقصى حته عندي في السلم ده كله كانت اتنين. لو زومنا هنا برضو نفس الكلام اهو. كليك يمين وشاور عليها كده من جوه. يعني اقصى حاجه جايه لك على السلم ده اللي هو كان كام؟ اتنين. طيب حضرتك عايز تصمم بقى الكلام ده. فاكرين شيت الاكسل اللي كنا شغالين عليه قبل كده؟ كنا بنعمل ايه؟ كنت بدخل له المومنت يروح هو مطلع لي الحديد ولا كان العكس؟ لا كنت بفرض انا شبكه دخل له الحديد يقوم هو مطلع لي المومنت. المره دي انا عايز اعمل العكس دخل له بقى مومنت يقول لي الحديد كام بالظبط. ما انا هنا مش هفرض شبكه مش هفرض شبكه واشوف بقى فين الحته اللي مسيفها والحته اللي مش مسيفها. لا خلاص هات لي اقصى مومنت يا سيدي وبص عليه واعرف الدنيا ماشيه ازاي. طب اجيبها منين دي هندسه؟ المفروض ان انا مديكوا شيت اكسل ان شاء الله يعني هنا اهو في الديزاين بتاع كل حاجه. يعني ايه في الديزاين بتاع كل حاجه؟ يعني فيك الديزاين بتاع كل حاجه. لو انت عايز تعمل القصه اللي احنا كنا بنعملها قبل كده ادي 6.16 انا كده فرضت شبكه الحديد ان هو يطلع لك المومنت. لو جيت هنا تحت كده في الشيت اللي هو بتاع السلام الاف سي يو بكام؟ 52. اف يلد بكام؟ 3600 صح ولا مش صح؟ اجي هنا المومنت كان عندي كام؟ 2.2 ماشي. بعد كده هندسه دي بقى تدخلها كام؟ البريتس اللي هو الويتس. الله ينور عليك. لا متر بس مالهاش دعوه بمتر 20. حضرتك لما بتصمم الحديد بالظبط الله ينور عليك انا بصمم الشريحه تمام بطلع تسليح مين؟ تسليح 1 متر صح؟ فدي لازم تدخلها كام؟ 100 عشان تطلع تسليح 1 متر. بعد كده الدبس كان كام؟ 15. تسيب كفر من تحت بلاش بلاش خليها 16. حلو الكلام. انت كده كده بتسيب كفر يا هندسه. هو انت هو طالب منك مين؟ الدبس اللي هو الدي مش التي صح؟ فالكفر في البلاطات كان كام؟ يعني كنا بناخد 1.5
2 3 بالكتير قوي صح. خلينا ايه خدنا 2. بعد كده هندسه لا بعد كده خلاص انا محتاج حديد هنا كام 3 باي 16. طب انا 16 دي مش عجباني عايزها 12 سيدي خليها لك 12. يبقى انا هتصل ان انا محتاج كام 5 باي 12. مبسوط كده كده جبت التسليح في اتجاه مين اكس. عايز تجيب التسليح في اتجاه واي ما هي نفس القصه. نعم مش عندك التي سيكنس بتاع البلاطه مش ده اللي بتستخدمه في التصميم بتسيب كفر من تحت بس نعم ايه يعني ايه كان بكام كان ب 18 اه ما احنا هنجيب ام 2 2 هي مش بقى الشبكه ما تبقاش شبكه علويه بقى احنا التسليح كله مع بعض بيطلع حاجه نظيفه كده هنجيب بتاع الواي اجي بقى من هنا الشل اختار ام 2 2 ابلاي واوكي بص سلم يعني مش محتاج حاجه والله العظيم وبقى لنا ساعتين بنصمم فيه اقصى واحد هنا في كام 1.75 وهنا اتفضل ده السالب انا محتاج حاجه في السالب ده ده اللي عند العمدين ولا محتاج اي حاجه انا هنا برضو هيطلع نفس التفتيحه لو دخلت 1.75 هيطلع كام 5.12 يبقى السالب بتاعنا اللي احنا عمالين نشتغل فيه ده كان كله كام 5.12 حلو للاسف بقى الناس بما انهم في الموقع بيبقوا عارفين الكلام ده فبيروح شايف السلم اه ده الثلاث قلبات اللي بيتعمل في الفيلا ده 5.12 عدي اللي بعده وهكذا خلاص بقى ما بقاش محتاج هو السيكنس لما يبقى 18 ده هيطلع 5.12 شكرا على التحيه وخلاص ولا بيقعد يصمم ولا بيقعد يعمل الكلام ده اي تي دي سوليد سلاب 5.10 يلا فلات سلاب كذا هم بيبقوا حافظين ارقام وانت فكرك المقاول اللي بينزل يشتغل ده ما هو خلاص عمل 6 7 بيوت ورا بعض هو المقاول لما بيجي يشتغل بيجيب مهندس معاه يقعد يقول له اصل دي بكام ودي بكام احنا اللي غاويين وجع قلب يعني مش مصر قلب السلم المفروض فيها حديد ماشي باتجاه القلب كده وحديد بالعرض طيب الحديد اللي ماشي باتجاه ده انا اقدر اقول ان هو مثلا شبكه 6 باي 12 مثلا اللي بالعرض ده هوريه لك دلوقتي ماشي لحد كده في حد عنده مشكله لحد كده في حد عنده مشكله طيب بص انا مديك حاجه ثانيه مديك حاجه ثانيه مع هنا مع الفايل ده للناس بقى اللي عايزه تستزيد في قصه السلالم يعني وبتحبها يعني ده فايل بتاع باشمهندس ياسر الليسي تقريبا 600,000 صفحه بقى اه والله 280 صفحه اه سلالم بس وما فيهوش الهيليكس ستيرز ده السلام العادي الهيليكس ستيرز بقى تلاقي فايل تاني بتاع 40,000 صفحه حلو هو اه الفايل بيبقى محترم كده لو بقى حضرتك فاضي وعايز تتفرج على القصه بتاعه التسليح والدنيا دي كلها فهي مرسومه قدامك يعني ده المنظر اللي احنا كنا راسمينه ايه بص التسليح فهمت كده ما هو ده كان ايه كان علوي وده كان علوي وده كان علوي ودي الشبكه بتاعته يعني هو كان هنا مسلح بحاجتين تمام بس عندنا بس الحته اللي انا كنت عايز اوريها لكم ادي ده المنظر تمام ده منظر السلمه ده منظر تسليح السلمه ايه نفسه اللي هي الخطين اللي احنا كنا بنقول عليه وادي التسليح بتاعنا شايف الاحمر وشايف الثاني الازرق التسليح اللي احنا جبناه في الاتجاه ده وفي الاتجاه ده بس في مشكله نعم الكاميرا اللي نازله دي دي الكاميرتين دول دي ودي دي تسليح السلمه ودي تسليح الكاميرا اللي في الاخر كده مش في كاميرا اهي في الاخر اهي انا وطالع كويس كده نعم أنا وطالع السلم لا ما بتشوفهاش نفس التسليح ده يعني السلم اللي انا وريته لك ده او السلم اللي انا فتحته لك ده يا باشمهندس كان بادئ منين؟ بادئ من هنا وطالع على طول صح الكلام؟ يعني ده يعتبر تسليح مين؟ بعد السلم اللي هي الحته اللي هي هنا دي سيكشن 3 3 دي اللي هو تسليح بعد السلم اللي هو ايه؟ هتلاقي بقى مناظر كتير بقى وسلالم كتير وعيش بقى يعني عيش بقى مع نفسك و50,000 ستاتيك سيستم يعني لو حضرتك حابب تستزيد يعني انا مش داخل اشرح القصه دي خالص حلو ده غالبا السلم شبه اللي احنا كنا عاملينه ثلاث قلبات اهو مفيش فيه اي حاجه مختلفه طيب لحد دلوقتي في حد مش فاهم حاجه او عايز نعيد له حاجه او في حاجه مش مفهومه او القصه دي كلها طيب احنا كده بالظبط بقى لنا ساعه